صار استسهال كتير يعني. بس المشكلة الأساسية هي أساساً بالإنتاج، وهن ما هم محتاجين إجي أنا أعمل لهم ثقافتهم. بعد غياب طويل للممثل شادي مقرش وزوجته الممثلة نجلاء الخمري عن الساحة الفنية والإعلامية، تواصلت بوسطة مع شادي لنعرف آخر أخبارهم بعد ما غادروا سوريا. الحقيقة أنا حالياً مقيم بكندا. تعرف أنت بهاي الظروف إذا بتقدر تسعى تأمن مستقبل أفضل لأطفالك لمستقبلهم، هذا واجب يعني عليك. والله هي بخير الحمد لله. أخبارها الشخصية ما بعرف قديش أنا يعني بحق لي أحكي عنها، لأنه هي بجوز تكون حابة تحكي بجوز تكون مو حابة تحكي، بس هي كمان عم تعمل شيء بمجال الدراسة وعم تهتم بهاي الأسرة الصغيرة الجميلة المعقدة الصعبة، وهيك يعني عم تعافر معي بهي الدنيا يعني هون. ورغم اضطرار شادي لمغادرة البلد، إلا أنه ضل لاحق طموحه لينقبل بدراسة الإنتاج والإخراج السينمائي بإحدى جامعات أونتاريو، وكشف لبوسطة أنه عم يحضر حالياً لمشروع مسرحي برفقة الممثل رامز الأسود. في العرض اسمه المهاجران لكاتب بولوني اسمه سلافومير بروجيك. هو ممثلين عم يحكوا بالعربي بينتموا لنفس البلد، بس واحد بيحكي سوري وواحد بيحكي تونسي. صار في أكثر من عروض، أكثر من عرض وأكثر من محاولة لأنه نشتغل مثلاً مع الناس اللي تشتغل مسرحون الأجانب. قلت لهم مو هذا مشروعنا، لأنه هي مو ثقافتي، وهن ما هم محتاجين إجي أنا أعمل لهم ثقافتهم. وكان عندي رغبة دائماً بالدراسة والتعلم، لأنه أنا مؤمن جداً بأنه العلم والأكاديمية هو المكان الحقيقي لحتى أنت تنطلق منه لأي مشروع بحياتك. عملنا كولكتيف وتجمع فني مسرحي سميناه إكزل آرت، اسمه فنانو المهجر، مع مجموعة من الزملاء، مع الزميل الأستاذ رامز الأسود وزميلنا الأستاذ زياد التواتي ممثل تونسي، وأنا نحن توجهنا بتأسيس التجمع للجالية العربية، لأنه في جالية عربية كتير كبيرة هون بكندا باللغة العربية مترجمة للغة الإنجليزية، يعني حسب وين بتعرض، بس نحن مخططين لجولة إن شاء الله بالمستقبل بكندا وشمال أمريكا. يعني أسسنا هذا التجمع الفني اللي هو هدفه بالأساس إنتاج العروض المسرحية، تطويرها، توزيعها، بناء هيكلية لمنهج لورشات عمل بناخد فيها هواة ومنطور الشغل معهم لحتى ينضموا لفريقنا، لأنه نحن بدنا فريق أكبر مشان بالمستقبل نعمل عروض أكثر. وبعد ما يخلص دراسته بالإخراج، هل رح تكون سوريا ضمن مشاريعه المستقبلية؟ يعني هلأ إذا نزلت ممكن أعمل شيء كممثل، يعني بحب، بس كتير على قد يعني ما عاد كتير يعني حابب فوت بهذا المجال اللي أنا عم خوضه اللي هو الإخراج. كنت أتعاون مع أشخاص مع مخرجين إذا هن كانوا حابين، أنا بتمنى يعني لازم يصير هيك. واجبنا تجاه أنفسنا وتجاه المكان اللي نحن اشتغلنا فيه إنه نحن إذا قدرنا نكون مساهمين بتطوره نساهم. صار الإخراج عملية كتير، صار استسهال كتير يعني، بس المشكلة الأساسية هي أساساً بالإنتاج. يعني هو هذا هون الكارثة يعني، فهو نحن بنحلم بس قديش بنقدر نعمل هذا الشيء ما بعرف يعني. أما عن نوعية الأعمال اللي بحب يشتغلها، اللي هي فيها دراما عميقة بتمس المناطق يعني الصعبة بجوات الناس يعني. لكن هالنوع من الأعمال صار قليل بالفترة الأخيرة، لأن الظرف العام ما عاد مؤهل لأنك تعمل هيك نوعيات من الدراما للأسف يعني، لأنه بالنهاية هيك أعمال بدها تكامل، بدها أنت تكون على المستويات الحياتية العادية أمورك بخير لحتى تروح للمستويات الأعمق. طب إذا أنت أمورك بالمستويات الأولية هي معقدة، وين بدك تروح يعني؟ صعب. خبرك شغلي، وهو هو هو خطأ مني يعني، أنا ما بشوف أعمال كاملة من أولها لآخرة من لما كنت بسوريا ومن لما كنت أشتغل، وهذا ضرني بمحلات كتيرة لأنه أنا شغلي ما كنت شوفه. بالإضافة لبصمته أمام الكاميرا، ظل صوته حاضر بذاكرة الناس لمدة طويلة بعد أداء الصوت لشخصية مراد علمدار بالنسخة المدبلجة من مسلسل وادي الذئاب. بحب لكم إنه مراد علمدار ترك مهمته. أنا عن نفسي لما كنت أشتغل دوبلاج بسوريا، لما بلش هذا المجال من العمل بلشنا فيه كعمل أكثر منه كنوع من أنواع الفن، إنه هو بزنس يعني بتشتغله. شوي شوي بلشت تتطور الحالة، بلشت تصير حالة على عربية شاملة والناس صارت تشوف، فصار عندك واجبات مختلفة يعني، صار عندك واجب إنك أنت تهتم بهذا الشغل، تتعامل معه على أساس إنه هو فن مستقل بحد ذاته، لأنه هو بالنهاية فن مستقل بحد ذاته يعني. أنا اللي كنت
تتعامل معه على أساس إنه هو بزنس. ببلادنا نحن بنعمل كل شيء مع بعضه لعدة أسباب، وهذا بيعطينا بمحل من المحلات خبرات كثير منيحة، وبمحل من المحلات بيخرب الدنيا يعني. ما دخل يعني. نادرا ما نشوف شادي بلقاءات إعلامية أو على السوشيال ميديا، رغم حرصه إنه يشارك لحظاته مع ابنه أمير على إنستغرام. حقيقة شوف باللقاءات عموما أنا كنت ابتعد عنها لما كنت أشتغل عموما، لأنه كنت حس إنه الجمهور عم يشوفني بالتلفزيون، فإنه ما في داعي أطلع بكل البرامج وبكل اللقاءات، شغلي بيعبر عني يعني. طلعت من سوريا ورجعت هيك فترة، صرت أطلع وإنزل، بعدين طلعت وما عاد نزلت يعني وبعدت، وكان شغلي شوي صار أقل وأخف، فهذا أدى لأنه أنا أقضي وقت كتير كبير بالبيت، وبالتالي بناء علاقة مختلفة أثناء التربية مع أمير، وهلأ آدم كمان موجود هاكل الجو هلأ آدم، بس هاي العلاقة يعني أسست لوجود قرب وتقارب بيني وبينه. واختتمنا اللقاء بمشاعر الحنين للشام وأهله والأكلات الطيبة اللي فيها. يعني هون في كل شيء بس ما له طعم يعني، مثلاً بس بدك تأكل مشمش مثلاً، بتطلع أنه هون في بس ما له طعم، بتروح على سوريا مثلاً بتأكل المشمش أو ماي جاد يعني شغلة مدري شيء مثلاً. هي أكيد لأنه بلادنا وأرضنا أرض خير يعني، معلم للأسف يعني لو ما أنا أرض خير ما كان صار فيها هيك. الناس اللي بتحبني كلهم بتقول لهم شكراً أنه أنتوا بتحبوا شغلي، وأنا إذا كنتوا مشتاقين لي فأنا فعلاً مشتاق لأنه أكون كمان معكم مرة تانية، مشتاق أقدم لكم أعمال، مشتاق أكون بيناتكم.